لحم الإبل ليس بنجس، لحم الإبل حلال، لكن هو ناقض للوضوء. ما أخشم يجرف أيوة راقب قابزة شاوة عم تيزري قطري أرى أخوتو حديث مقشكو عشي أخوتو قبشتان فوي. لحم أكرمكم الله الكلاب مثلا هذا حرام لأنها نجسة. حمي جرب شكنو خنكم عارف أي شيء جي حرام شكنو أبش حاجة. بول وروث ما يؤكل لحم طاهر ليس بنجس. زيد بش خبسة وشحم ي نفنفيري يغط حبسري قابزش. بول الإبل دواء. ماخشم يغط حبسر خشخشتش. طاهر ليس بنجس، الله سبحانه وتعالى لم يجعل في علاج وشفاء الأمة أن تأخذ شيئا من الحرام، لا، العلاج والدواء في الحلال المباح. عرف أيوة شتما عرف حرام شتما الله حشكم من بجز فخوش جوتي ونافقت في جنتا عرق عبزش يرى الله حشكم من بجز فخوش شيشار. فنبحث عن الأدوية المباحة الحلال ولا يمكن أن نبحث عن المحرمات في الدواء. دزت خوان خير خشقو حلل زبحر خو حرم غزك مشكرا حرم زك خشقو خير زبحر خو نقول.